عندي هنا كيلو من الزبدة، الزبدة اللي هي من السوبر ماركت، مش اللي بنشتريها البلدي يعني، لا من السوبر ماركت اي نوع احنا بنحبه، عايزين نحولها لسمنة بلدي نستخدمها في الغريبة. طبعا احنا عارفين الغريبة ما بتعملش بالزبدة دي، فاحنا هنعمل الغريبة بالزبدة بس بطريقة تانية، هنشيل منها المية وكمان نعمل منها الكحك، علشان كمان الكحك ما بتعملش بالزبدة، بتعمل بالسمنة سواء كان النباتي او الحيواني، فاحنا عايزين نحول الزبدة دي لسمنة. هنشوف بقى مع بعض هنحولها ازاي. دلوقتي بقى رفعت الزبدة بتاعتي على نار متوسطة، هسيبها او هادية، هسيبها براحتها خالص لحد ما تسيح. دلوقتي قالب الزبدة بتاعي ابتدى يسيح بالشكل ده كده، هحاول دايما اقلب من تحت كده لفوق لحد ما يسيح تماما. دلوقتي بعد ما الزبدة بتاعتي دابت كلها تماما، هعمل ايه؟ هضيف معلقة صغيرة من الملح، مش هضيف اي حاجة تانية دلوقتي، هضيف بس شوية زيت بس مش دلوقتي. دلوقتي الزبدة بتاعتي مع التقليب المستمر، شايفين لما بطلع المعلقة بتحس انه في مرطة كده من تحت زي اللي بتطلع من السمنة البلدي، والمرطة دي اول ما تبقى بينك فاتح جدا جدا او يدوب كده بتاخد اللون الجولد، هحط فنجان من الزيت بمقدار تلت كوباية تقريبا، مش اكتر من كده، وهقلب تقليبتين كده هشوف لون المرطة. اللون طبعا اللي انا حابه اوصل ليه للمرطة خلاص هطفي عليها، ولكن كل ما بتغمق سنه كل ما بمده الحفظ او السمنه بتاعتي خلاص بقت سمنه معايا، وكمان سمنه بلدي مش سمنه عاديه، مده الحفظ بتاعتها بتطول معايا بحسب لون. شايفين المرطة اهي، انا عايزاها اللون بس اغمق من ده سنه، فايدي فيها على طول، لان في ثواني ممكن دلوقتي كمان اطفي عليها ودرجه الحراره هتغمق لي المرطة. فدلوقتي هطفي عليها، شايفين بقى الزبدة بتاعتي بتغلي ازاي مع اني طافية النار، ده اكبر دليل ان انا اطفي عليها بدري عشان المرطة بتاعتي تاخد اللون اللي انا عايزاه. انا طافية بقالي دقيقة وكأن النار لسه شغالة تحتها، فحبيت اصور لكم اللقطة دي علشان ما نغمقش المرطة قوي، فنيجي نطفي عليها وتفضل تغلي فالمرطة بتاعتنا تتحرق معانا او كمان السمنة بتاعتنا تتحرق معانا. السمنة بتاعتي بعد ما هديت خالص وكمان بقت دافية، مش باردة ولكن دافية، شايفين بقى اهو، هحاول بس انزل الوش ده كده تحت. دلوقتي بقى نبتدي نصفيها مع بعض، دلوقتي بقى نصفيها مع بعض بالشكل ده كده، عايزة بس اوريكم المرطة اللي تحت، شايفين انا مش عايزة انزل اكتر من كده عشان المصفى لو يعني فتحتها واسعة شوية ما تنزلش المرطة اللي معايا. هنفضي بقى المرطة دي في طبق ونشوفها، شايفين الزبدة بتاعتي عاملة مرطة زي السمنة بالظبط، السمنة الفلاحي طبعا، شايفين بقى بجد ريحتها جميلة جدا وطعمها يعني بجد لازم تجربوها، وكمان حلوة جدا زي ما قلنا، تنفع في الحلويات طبعا، مش المرطة لا، السمنة اللي احنا عملناها سمنة الفلاحي يعتبر، في الغريبة بتبقى فظيعة، وكمان في الكحك بتبقى تحفة جدا. كده وفرنا على نفسنا السمنة البلدي بسعر أقل وبطريقة سهلة جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون أفادتكم وعجبتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه يا ريت تسيب لي رأيكم في كومنت، ما تنسوش تعملوا لايك. سلام.